شوف يا خليل، المحل كويس قوي واصحابه ناس طيبين، والشارع اللي فيه المحل الرجل فيه ليل ونهار ما بتتقطعش. كل اللي يجي من حياتك خير يا شيخ زياد. بس بص بقى، المحل ده عشان يتفرش محتاج فلوس. اوعى تفتكر ان في حد هيفرش لك المحل ده من غير ولا مليم، لا ده لازم تحط مبلغ، ومبلغ كويس كمان. طبعا انا طول السنين اللي فاتت دي وانا بحط القرش على القرش عشان اليوم ده. نفسي بقى ارتاح عشان زياد من لفه في الشوارع. ان شاء الله ربنا هيكرمك، ربنا يطعمك ويخبز لك عيشك ان شاء الله. ايه ده؟ الناس دي رايحه فين؟ انت الشيخ زياد؟ اه يا ابني انا الشيخ زياد. خير؟ البنت اللي اسمها تميمه دي تلزمنا. نعم زي ما سمعت كده. وبعدين عايزين نخلص الدار ده بسرعه قبل ما حد يتعور، عشان انا اذا فتحت المطوه بتاعتي مش هقفلها لو هي ملطوطة. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه يا اسطى؟ دي ايه يا عم زياد؟ في عم الشيخ في حاجة؟ ايه يا لولو انت كمان؟ في حاجة؟ لولو ده بيقول لولو، ده انت هتتسأل. تعالى بس يا حوزني. قلت ايه يا عم الشيخ؟ يا عم خد الناس اللي معاك دي واتكل على الله، وقول للي بعتك ان كده عيب ما يصحش. وانت مش عيب تاخد مراته وتنيها عندك؟ ولا العيب بمزاجك والحرام على كيفك؟ لاخر مرة، البنت دي لو ما نزلتش انا ههد البيت باللي فيه. يعني مفيش فايدة. طب ما حدش يغلطني بقى في اللي هعمله. مين يا رجاله؟ انا هبت الحاره عليك وحش. امشي يا طب يلا. يا ناس الواد اللي اسمه جابر ده لا يمكن يستنى معانا في الحلقه دقيقه واحده. هيمشي يعني؟ هيمشي من الحته كلها. علي سامحش. بونجورنو، كومو ستاي؟ يعني قلت هتسألي عليا تكلميني. واسأل عليك ليه بقى؟ إن شاء الله في بيني وبينك إيه عشان يبقى في بيننا مكالمات؟ إنسانية؟ بطلتها. محبة؟ قديمة. صحوبية؟ آه بس إحنا يعني لازم نبقى صحاب قوي قوي عشان أبتدي أسأل عليك. طب وإمتى هنكون صحاب قوي قوي يعني؟ قدامك كتير قوي عشان ده يحصل. وسهلا يا اختي. اهلا وسهلا. ايه هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في ايه؟ ده حقنا لا مؤاخذه، والبنت دي مراتي ومن حق اجيبها باي طريقه تعجبني. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا يا شيخ زياد. معلش مش قادر اقول لكم اتفضلوا عشان المكان ما يسعش الرحله اللي انت فيها دي كلها. بس احنا مش جايين نتضايف يا جابر. خير يا عم الشيخ؟ في ايه تاني؟ جريئة دي انت بتتكلم عيد اليوم. خلاص يا سلام. بقول لك ايه؟ انا بكلم الشيخ زياد، شيخ الحارة دي كلها، اللي الكبير فيها بيحترمها قبل الصغير. وبعدين عيب يا عم الشيخ لما يكون شيخ كبير زيك كده ويفهم في الاصول ويعمل اللي انت عملته. اللي انا عملته ده هو العيب يا جابر؟ ولا اللي انت عملته بقى فيه راجل محترم يأجر ناس عشان يتعاركوا معاه اللي حتته يا راجل؟ هل حتتي يا عم الشيخ يقف معايا؟ مش تبقى مراتي لا مؤاخذه بايته بره البيت وهما فين يتفرجوا؟ ولما اعوز اربيها يقفوا قدامي يمنعوني؟ لا وايه كمان؟ ويقووها عليا كمان؟ بقول لك يا عم الشيخ من الاخر كده انا فاضي ومليت. البيت دي مش حاسبها لما اربيها. وبعدين انتوا بتتكلموا على مين يا اخوانا؟ دي مراتي، مراتي. مراتك تبرمطها في الشارع وتجرجرها من شعرها قدام الناس؟ مراتك تحفظ كرامتها، لو في حاجه بينك وبينها يبقى في بيتكم مع بعضيكم.
وانت مين بقى ان شاء الله اللي كل مره تحشر نفسك اللي مالكش فيه؟ انا اللي كل مره ببقى جاي اضربك وما بيحصلش نصيب. خلاص انت ولا 10 زيك كمان. خلاص فهم الشيخ ده، بدل ما تجيبها وتيجي لغايه عندي وتقول لها ان رضا جوزها من رضا ربنا، ينفع كده يا عم الشيخ؟ ينفع؟ لا ما ينفعش. بس الحقيقه بقى، قبل ما تطلب من مراتك انها تحترمك لازم تبين لها انك راجل بجد، راجل بحق وحقيقي، مش واحد مستخبي ورا شنب الله اعلم هو بجد ولا عيره. يا راجل ده انت نزلت مراتك اسفل سافلين. يلا بينا يا اولاد، يلا يلا بينا. ايه الواد ده لازم يتضرب. ما تقدرش. بقولك يا عم الشيخ، البنت دي هترجع، هترجع وعليا الطلاق لو ما جت سقف على ايديها ورجليها، عشان ارضى انا ما بقاش انا قابل. لا ده الحكاية كده فيها إنا وإنا لإنا كمان. هو إيه يا أخويا اللي جرى لأهل الحارة؟ في إيه؟ البنت دي سحرة لهم ولا إيه؟ بقول لك إيه؟ وجعت دماغ أمي، مش ناقصاك أنت الأخرى. دليلة. So this is very good. You take it. Thank you. Welcome. انت مش ملاحظ ان انت مزودها شويه؟ بصراحه بقى كده انا معجب بيك. انت هتلبخ؟ هو لما الواحد يقول للواحده انا معجب بيكي يبقى بيلبخ؟ لما تبقى نيته مش سليمه. اه من قدك ان نيتي مش سليمه؟ انا عارفه، لان انا عارفه حجمي كويس وفاهمه كل حاجه. ما يغركش ان انا ما كملتش تعليمي، بس انا دايره في الدنيا وفاهمه ينفع ايه وما ينفعش ايه. انت لازم تعرفي قيمه نفسك كويس بجد. انت حاجه كويسه وممكن تبقي احسن من اللي انت فيه ده مليون مره. صدقيني انت من جواكي حاجه جميله بجد. طب ومين قالك ان انا مش حابه حياتي؟ عينيكي. نبي ربنا يكرمك، ربنا يكرمك يا استاذ حسام. ابعد عني، انا مش ناقصه. مساء الخير. هلا، ازيك يا لادي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. انت ايه اللي جابك هنا يا بت؟ مفيش، اصل انا كنت عندي مشوار قريب كده من هنا فقلت افوت عليكي وكده. يا بت هتصيعي عليا. قولي لي جايه ليه؟ انت قدام كتير هنا ولا ايه؟ نص ساعه. طب خلاص انا هقعد استناكي في اي حته لحد ما تخلصي وتجيلي.